مرحبا بكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في وهران جوهرة المتوسط وعروس البحر الأبيض المتوسط ابتداء من اليوم 25 جوان إلى غاية 5 جويليا القادم. إذن وهران تحتضن وتستضيف الدورة 19 لألعاب البحر المتوسط. هذه الدورة التي تعرف مشاركة 26 دولة سيتنافسون في 24 رياضة أولمبية متنوعة. إذن وهران قد استعدت لاحتضان هذه الطبعة وتعد بمفاجآت كبيرة انطلاقا بحفل الافتتاح وصولا إلى حفل الختام، مرورا بالعديد من المنافسات التي ستعرف تنافسا قويا وتنافسا كبيرا بين رياضيي دول البحر الأبيض المتوسط القادمين من شمال إفريقيا، دول الجزائر والمغرب وليبيا وتونس بالإضافة إلى مصر، ومن دول آسيوية على غرار كل من سوريا ولبنان بالإضافة إلى دول جنوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط على غرار إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ثم أيضا نذكر كرواتيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك اليونان وتركيا وغيرها من الدول التي ستشارك في هذه الطبعة. إذن كنا قد تابعنا مختلف المنشآت والمرافق التي تم تحضيرها استعدادا لهذه الدورة التي يرتقب أن تكون دورة متوسطية بامتياز على عكس الطبعات التي سبق وأن أقيمت في حوض البحر الأبيض المتوسط. إذن سنكون في متابعة هذا الحدث واحدة بواحدة. اليوم رصدنا انطباعات الصحفيين الجزائريين وحتى الصحافة العالمية التي جاءت لتغطية هذا الحدث ولمتابعة هذا الحدث. نترككم مع هذه الانطباعات الصحفية المتنوعة. اهلا ومرحبا بجمهور اللقاء وان شاء الله اللقاء يكون جميل جدا. العاب البحر الابيض المتوسط فرصه للجزائر من اجل اغتنامها كمل من الناحيه الرياضيه، من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياحيه ايضا. جمال مدينه وهران ممكن ان يلعب دورا كبيرا من اجل تغيير الفكره السائده عن الجزائر. اليوم كل الوفود الاجنبيه التي جاءت الى الجزائر انبهرت اولا بالاستقبال وحفاوه الاستقبال بالمواطن الجزائري وعقليته المتفتحه، وهذا ربما يجب ان نحيي فيه اهل مدينه وهران الذين يعني رفعوا على عاتقهم مهمه انجاح هذه الالعاب، وليس فقط اهل وهران لان كل الجزائري الان شهدنا ان هناك تضامن كبير ورغبه من اجل انجاح هذه الالعاب. هو ساعة الحقيقه باش نبداو متفاهمين، احنا رانا ماناش في بلد ثاني، هو الجزائر هي البلد بتاعنا. كل الاعلاميين او الرياضيين كاينا في تونس ما فما حتى فرق. مدينة وهران تبارك الله مدينة ساحلية خلابة الحقيقة، درنا فيها هايلة برشا، شعبها مضياف وسرتو كل الزملاء الصحفيين الجزائريين كنا منهم ترحاب كبير ومعاونة كبيرة من كل الصحفيين التونسيين كانوا لنا كانوا في بلادهم. من الناحية الرياضية الحقيقة اللجنة الوطنية التونسية كانت تقول انه يلزمنا ننشفوا التظاهره هذه، وكنا اكبر عدد من الوفد التونسي يكون في الالعاب البحر الابيض المتوسط خارج تونس. 175 رياضي بينهم 103 رياضي و 72 رياضيه باش يتراهنوا رياضيا على الميداليات في البحر الابيض المتوسط. ان شاء الله تكون تونس موجودة بعدد كبير من الميداليات وتساهم في هالحدث الرياضي الكبير اللي تستقبله الجزائر بعد ما تعدى الكوفيد والاستراحة الرياضية. دونك نرجعوا للمحافل الدولية ونرجعوا للرياضة ونرجعوا سيرتو للجزائر بعد وقت كبير. أنا أكد لك بأن المنافسات راح تكون على أعلى مستوى، لكن رياضيين المنتخب الوطني إن كانوا رايحين يقدروا يتوافقوا كما يقال مع هذا النسق هذا أمر آخر. بعض الرياضيين يطمحوا والدولة راهي طامحة أنها ربما تدخل ميدالية ذهبية فيما يعادل
20 إلى 25 ميدالية، لكن هذا رقم كبير جدا مقارنة بالوفود المستقدمة إلى هنا. هناك دول كبيرة ولها باع طويل في هذه المنافسات على غرار إيطاليا وإسبانيا وكذلك دول يعني دول شمال البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى فرنسا وتركيا أيضا التي دخلت بقوة على المستوى الإفريقي. لدينا المنتخب المصري والمنتخب التونسي دائما يشاركون بالمنتخبات الأولى، وبالتالي المنافسة ستكون كبيرة جدا. إذا أعتقد بأننا راح نشوف مستوى عالي من المنافسة. ربما بعض دول الشمال البحر الأبيض المتوسط ما تشاركش بالمنتخبات الأولى، ولكنها تدخل أحسن رياضيين في قائماتها ليقدموا أداء جيدا وليكونوا خزان المستقبل كما يقولون.